السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله في الحلقة بتاعتنا هعلمك طريقتين، الطريقتين أسهل من بعض. تقدر بالطريقتين دولت إنك تستخدم أي واحدة فيهم وتقسم ورقة الورد بتاعتك نصين، تكتب فيهم قصاد بعض بالشكل اللي قدامك ده أو بالشكل ده. طبعا الشكل دوت احنا بنشوفه كتير جدا في ورق أسئلة الامتحانات بالذات. تقدر تنفذ دوت ازاي بطريقة سهلة جدا، او بمعنى اصح بطريقتين اسهل من بعض على الورد، دوت اللي هعلمه لك في الفيديو بتاعي النهاردة. بس في الاول لو لسه ما اشتركتش معايا في القناة شرفني بالاشتراك، ولو عجبك الفيديو ادعمني بلايك. الطريقة الاولانية هي الطريقة الاصعب، والطريقة الاسهل هديها لك في نهاية الفيديو. اول حاجة هعملها ان انا هفتح صفحة وورد جديدة، صفحة وورد فاضية قدامي بالشكل ده. اول خطوة هتعملها ان انت هتخلي ورقة الوورد بتاعتك دي ورقة عريضة. لو نسختك باللغة العربية هتلاقيها موجودة في مخطط اسمه تخطيط، وطبعا احنا هنا النسخة بتاعتنا انجليش، فهنا هتفتح اللي اوت. يبقى انت لو نسختك عربي هتفتح تخطيط، ولو نسختك بالانجليش هتفتح اللي اوت. هتلاقي وضع الورقة موجود في الشكل الايكون اللي موجودة قدامك دي، اللي هي orientation او دوران الورقة. هتفتح السهم ده وهتسيب الاختيار الاولاني، انا مش عارفة هو ترجمته ايه في النسخة العربي بس تقريبا رأسي يعني، وهتختار الاختيار التاني ان تكون الورقة بتاعتك عريضة. فهنضغط على landscape او ان الورقة عريضة، فالورقة بتاعتنا هتظهر بالشكل اللي قدامك ده. تعالى ناخد الطريقة الاولانية، وهي طريقة سهلة جدا. ان انت هتروح في نفس المخطط اللي انت واقف عليه ده او اللي اوت اللي انت واقف عليه، وهتلاقي في عندك هنا حاجة اسمها كولوم. افتح السهم ده كده وانزل على الاختيار التاني اللي هو معمول عليه كلمة 2 او 2، ودي معناها ان هو هيقسم لك الورقة اللي قدامك دي لجزئين متساويين. طبعا انت بتلاحظ ان هي اتقسمت من خلال ايه الشريط اللي قدامك فوق ده، المسافة اللي في النص دي هي كده ايه اللي بتفصل الورقة عن بعضها. ده كده نص الورقة. طيب تعالى كده نجرب ان احنا نكتب اي نص عشوائي ونشوف هيطلع لنا فعلا متقسم في الصفحتين ولا لا. بالفعل انا كتبت اول نص عشوائي عندي، ولاحظت ان هو ظهر لي في نص الصفحة بس ما راحش على النص التاني. طب لو جربت ان انا اكمل كتابة، يا ترى الكتابة هتتنقل على النص التاني ولا هتتنقل على صفحة تانية؟ هنشوف مع بعض. طبعا علشان تكتب اي نص عشوائي مجرد بس ان انت بتكتب علامة يساوي وبتكتب كلمة راند RAND وبتفتح القوس ده وبتقفله كده وبتعمل انتر. كده اتكتب نص عشوائي تاني ولقيناه بشكل اوتوماتيك اتنقل للصفحة اللي قصادها. طبعا انت كده قسمت الصفحة بطريقة سهلة جدا، وقدرت ان انت تحصل على صفحة عريضة لبرنامج الوورد وفي نفس الوقت مقسومة نصين. هتقدر ان انت طبعا تعمل لها بوردر بشكل عادي جدا، ان انت هتروح على تاب انسرت او ادراج لو نسختك بالعربي، وهتروح على شيبس او اشكال، وتاخد من هنا كده شكل المستطيل وتبتدي ان انت ترسم بوردر او ترسم اسمه ايه اطار كده للصفحة، وتظبطه من الجناب دي. تقف عليه كليك يمين وتخلي الفيل كولر بتاعه او لون الملء بتاعه نو فيل، يعني مفيش لون للملء. انت كده عملت البوردر بتاعه. تقدر تعمل خط فاصل في النص عن طريق انك تضغط على انسرت، وبرده من شير انسرت دي اللي هي يا جماعه ادراج لو نسختك بالعربي، وبتروح برده على شيبس اللي هي اشكال وبتختار شكل الخط وبترسمه في نص الورقه بالطريقه دي، وطبعا بتحافظ على ان الالوان تكون زي بعضها. كليك يمين كده عليه، تعمل كليك يمين وبتختار اللون بتاعه بقى ايه، بيكون زي لون البوردر او اللون اللي انت عايزه بالشكل اللي قدامك ده. كده احنا قسمنا الصفحة وعملنا لها بوردر وعملنا لها خط فصل. طب في طريقة تانية نقدر ان احنا نقسم بيها الصفحة نصين وبرده تكون سهلة؟ فعلا في طريقة تانية. تعالى نفتح كده صفحة جديدة. نفس الخطوة اللي عملناها في الاول، انك هتروح على اللي اوت او تخطيط لو نسختك بالعربي، هتروح على دوران الورقة او orientation، هتفتح السهم دوت وهتختار الوضع لاندسكيب او عريض. الصفحة قدامك بقت عريضة. كل اللي انت هتعمله انك هتطلع على تاب انسرت او ادراج، وهتروح على تيبل او جدول لو نسختك بالعربي، وهتفتح وهتاخد هنا اتنين مربعين بس كده جنب بعض، خدهم كده اهو هتلاقيهم اترسموا قدامك. اتحرك هنا كده من العلامة الزائد دي واظبط وضع الجدول، بدايته هتكون فين،
ومن هنا ابتدي اضغط بزرار الماوس وانزل كده بالجدول، هتلاقيه اترسم معاك. طبعا الطريقة ديت اسهل بكتير، ليه؟ لان هي رسمت لك بوردر وفي نفس الوقت رسمت لك خط فاصل، وتقدر ان انت تقف في اي مكان كده اهو زي ما انا واقفة، خلينا في النص وانزل انتر. ماشي، تقدر ان انت تكتب اي حاجة ولتكن مثلا كلمة السلام عليكم، وتقدر انك تتنقل في الجدول اللي قصاده كده اهو، وبرده تكتب اي كلمة انت عايزها وتنزل انتر وتكمل الكتابة اللي انت عايزها عادي خالص. طيب لو انت ملاحظ مثلا ان الهوامش اللي موجودة فوق دي كبيرة، بتغيرها منين؟ بتروح تغيرها من الجنب، من هنا كده، شايف العلامة الغامقة اللي موجودة في الجنب دي؟ بتقف هنا على العلامة اللي بتفصل على، او على الحتة اللي بتفصل الجزء الغامق عن الجزء الفاتح، فبتلاقي المؤشر بتاعك ايه؟ بقى عبارة عن سهمين كده فوق بعض. اضغط بزرار الماوس وانت واقف في الوضع ده واسحب لفوق، هتلاحظ ان ايه؟ الهامش بتاعك اهو بيصغر، او انزل لتحت فهتلاحظ ان الهامش بتاعك بيكبر، على حسب انت عايز ايه تقدر تتحكم فيه من الناحية دي كده. وبكده بنكون في حلقتنا النهاردة قدرنا ان احنا نقسم صفحة الوورد لجزئين قصاد بعض تقدر تكتب فيهم زي ورق الامتحان. بتمنى ان حلقتي النهاردة تكون فادتكم، بتمنى لكم كل التوفيق، شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.